اليومين اللي فاتوا بنشوف زي ما بنقول كده العجب شوية، أخطاء تحكيمية وقرارات غير مفهومة. خلينا نقول إن كل ده هنحلله ونفهمه أكتر مع ضيفنا العزيز الأستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي بأخبار اليوم. صباح الخير، أهلا بحضرتك. أهلا، نور الدنيا يا فندم، سعداء بوجودك. منورين على طول، ده نور حضرتك. الصبح بنبقى معاكم على طول. يسعدنا ويشرفنا متابعة حضرتك لينا. زي ما بتقول نهاوند، فعلا هو من ناحية شفنا العجب فشفنا العجب. وطبعا العجب ده ليه أوجه متعددة، هنتكلم مع حضرتك في تفاصيلها، بس نمشي في الأول بالترتيب كده لو تسمح لنا مبدئيا كده قبل ما ندخل بقى على التحكيم واللي نتج عن التحكيم. هو الفار افاد ولا اضر بالكره سواء في مصر او على مستوى العالم؟ هو الفار المفروض ان هو عنصر مساعد بيخلي العمل افضل يعني، وبيجيب لك حقك وبيجيب للناس كلها. يعني المفروض انه الحكم من اول نظره زي ما كان بياخد زمان القرار لوحده من غير مراجعه من غير حاجه، لا، ده النهارده الفار بيديله فرصه ان هو يعيد لقطات الخطيره في المباراه ويحاول ان هو يصلح خطأه، لكن ما ينفعش بقى ان هو يكون واخد قرار صح وبعدين الفار يخليه يحكم غلط. يعني الوضع الطبيعي ان هو بيساعد على التقويم، على تقييم العمل بشكل كويس واصلاح العمل ده. انما للاسف الشديد انه برضو احنا الناس مش فاهمة الحالات او ازاي يطبق هذه التقنية بالشكل اللي يفيد لعبة كرة القدم. أيوة، يعني هو المفروض يقضي حضرتك بتتفرج على السكرين شاشة النار من اكتر من زاوية، يعني اللقطة بالزبط المشتبه فيها من كل الزوايا، فما فيش مساحة غير لو في اهواء بقى، ده موضوع تاني. بالظبط، الاهواء بقى هي اللي ممكن تخليك عشان جاي تصلح بتخربها. ما هو للأسف الشديد ده اللي بيتم. فاحنا بنتكلم على الجزئية دي، ان انت عندك فرصة ان اللعبة تشوفها مرة اخرى فتتأكد من قرارك او تصلحه لو في خطأ. للأسف الشديد انه الاهواء هي اللي ممكن تخلي الحكم يغلط بدل ما يصلح، وده اللي احنا بنشوفه. هو كده بيخاطر يعني بتاريخ، بيخاطر بشغله، بيخاطر بكاري يعني اعتقد الموضوع برضه. يا استاذ نهاوند، هي المشكله انه عقوبات الحكام حتى غير معلنه، يعني ما فيش حكام بيعلن ان هو تعاقب لانه غلط. وبعدين غلطته غير قابله للتصليح اصلا، يعني ممكن جدا في فرق كبيره خرجت من كاس عالم، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، البرازيل، بأخطاء تحكيمية، ومع ذلك ما حدش قدر إن هو يعيد مباراة مثلا إلا في النادر. وفيه لو إحنا تابعنا الحكام الأفارقة مثلا اللي كانوا بيحكموا مباريات للنادي الأهلي، منهم حكم مباراة الأهلي والترجي اللي هي مايكل إنرامو، اللاعب اللي جاب الكرة بإيده هدف في النادي الأهلي. الحكم ده اكتشف فيما بعد سنوات ان هو مرتشي وتم شطبه من سجلات التحكيم. ما هي دي القضية، ان انا يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي، يا فرحتي الحكم اتعاقب، طب انا تعاقبت قبله. اللي حصل بقى بيكون حصل. بالظبط، اللي حصل حصل، وبعدين انا بكون اتضريت فعلا. وبعد كده بقى لما تيجي تصلح تبقى كارثه بقى، يعني خلاص ما بيكونش في فرصه للموضوع ده. استاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي بمؤسسه اخبار اليوم، ولسه عندنا ملفات كتير الحقيقه واوجه اندهاش كتير، عايزين نعرف رايك انت. اندهشنا كتير والله، لازم تندهش معانا، هنندهش لغايه الظهر. طيب، من برضو الامور اللي عايزين نعرف رايك ورؤيتك لما سيترتب عليها، الخطاب اللي ارسله النادي الاهلي لاتحاد الكوره، هل تتوقع ان يبقى فيه يعني هذا الخطاب سيؤتي ثماره؟ هل هيكون في تصعيد ضد اللجنه المؤقته المسؤوله عن اداره اتحاد الكوره؟ يعني شايف الدنيا ماشيه ازاي، وخصوصا في ظل ايقاف محمد الشناوي 4 مباريات وغرامه كعقوبه لشيء لم يتم ذكره اصلا بالظبط، يعني بعد المباراه يعني كمان بالزبط. يعني ولا ولم يتم الاشاره ليه حتى من الحكم نفسه هو الشخص المعني. يعني لو في اي خطا ارتكبه محمد الشناوي كان الحكم مش هيتردد في وقتها، صح؟ في وقتها ده كل القصه ان هو قال له انا بكلمك يا كابتن، يعني لما هو بيوجه كلام للحكم
بشكل عادي جدا بيحتج على حاجة معينة ومفيش أي مشكلة طالما لم يتجاوز. فالحكم سابه ومشي، فهو مسكه من دراعه كده يعني بص لي أنا بكلمك. يعني الكلام ده اتقال ومعلن. ثانيا لو في أي خطأ كان الحكم على طول كتبه في التقرير. فهنا هتطرح قضية إيه؟ أنت في عقوبات اللي أنت بتتخذها بتستند لإيه؟ كاتحاد كورة، هل بتستند لتقارير الحكم والمراقب زي ما هو متبع، ولا هنرجع تاني لقصة إنك تجيب صورة تلفزيونية أنت مش سامع إيه اللي حصل أصلاً، ولا عارف إيه اللي دار، ولا الحكم اشتكى؟ يعني أنا نفسي يطلعوا يقولوا لنا لو الحكم محمد سلامة اشتكى من حاجة معينة أو قال إن هذا اللاعب كابتن محمد الشناوي أخطأ في حاجة، خلاص يقولوا لنا قال لفظا كذا. حتى في التقرير لم يتم ذكر ما هو بالظبط اللي كتب عقب انتهاء المباراة. يبقى إذن القرار اتخذ على إيه؟ اتخذ على لقطة معينة، اللقطة دي لقطة زي ما بيقولوا صماء، لا فيها كلام ولا فيها خناقة ولا فيها ان هو مسكه في اعتداء، يعني هو مجرد حوار. طب ما حصل قبل كده انه كان في حوار مع كابتن سامي الشيشيني بينه وبين الحكم، مجرد ان سامي الشيشيني التفت كده ومشي الحكم اتنرفز او حاجة فراح مطلع له كارت. فهو سامي الشيشيني حتى طلع بعد المباراة لما كان بيدرب أسوان وقال لهم يا جماعة انا ما عملتش حاجة، ده انا اتفاجئت ان هو مديني انذار وانا ما عملتش حاجة، فراجع بكلمه بجيبه كده لو سمحت كلمني اشرح لي ايه اللي حصل. فيعني اقصد في فرق بين الاعتداء بيبقى واضح ما فيهوش لبس، يعني ما تقدرش تقول مثلا لا انا فهمتك غلط، لا لو في اعتداء بتبقى واضحة بالزبط. ولا هو الاعتراض كمان استاذ جمال مرفوض؟ يعني لا. هل مجرد ان اللاعب يعترض ده اصلا غلط ويحق للحكم ساعتها ان هو يعني يديله كارت اصفر او كارت احمر؟ حسب شكل الاحتجاج. يعني لو وده بيحصل كتير، ما احنا هنا مش ده في الكرة العالمية، في الكرة العالمية وبعدين حتى على مستوى الانسانية يعني او البشرية، واحد متضايق والحكم بيديله العذر ان هو الشناوي كان صح. رايح حسب معرفنا ان هو كان رايح بيعاتبه على انه لعيبة البنك الاهلي كانوا بيضيعوا وقت وانت ما اخدتش ضدهم اي حاجة، عشان ما هو هنا الشناوي بيتكلم على جزئية انه في اضاعة وقت، واضاعة الوقت ده المفروض الحكم ياخد قرارات لايقافه. يعني النهاردة لما يبقى فيه لعيب بيتغير هيبدل وهيخرج من الملعب، ما ينفعش ان هو يمشي بيتفسح ومش ماشي على الكورنيش، يعني هو رايح المفروض ان في تايم للمباراة وفي ضمان لجدية المباراة نفسها. يعني لو هو لاحظ ان اللاعب ده بيتلكع شويه لا لازم يلفت نظره، ده وفقا للقوانين طبعا. صحيح، وفقا لقانون كره القدم نفسه. ما احنا بنتكلم دايما نقول ايه، كره القدم غير يعني كره اليد ما فيهاش وقت ضايع، ما فيهاش واحد يتدلع يطول على طول، في حركه. فحتى من ضمن القرارات اللي دايما بياخدها الاتحاد الدولي ان هو بيحاول يشوف أسرع أو أهم طريقة إن هو يختصر الوقت اللي ضايع. يعني حتى لما بتيجي تشوف الفار المفروض يبقى فيه سرعة، ما يبقاش المنظر الحكم واقف 10 دقايق مثلا عشان يتفاوض، لا المفروض على طول أنت عايز تاخد قرارك وتتحرك على طول بحيث إنك تقلل الوقت الضايع. أما بالنسبة للاحتجاج فأنا شايف إن هو مهم جدا، يعني ما هو الاحتجاج أحيانا أو في كثير من الأحيان بيوقف شوية، بيخلي الاتحاد المسؤول عن اللعبة ياخد باله شوية ان ايه العملية اوفر زادت، فتكر بقى يعني خلي بالك مني للظلم يعني. لا مش خلي بالك مني يعني جاملني، لا خلي بالك من ان انت قراراتك معايا فيها تجاوزات، لان البيان اللي طلعه النادي الاهلي على فكرة لا يتعلق بالمباراة دي تحديدا طبعا يتعلق كمان بمباراة وادي دجلة يعني.
كذا حاجه حصلت قبل كده طبعا، والاهلي ما بيتكلمش عن دي بس بالظبط. فاذا النادي الاهلي برضو بيتكلم على ظاهره موجوده ممكن تتكرر، وممكن مش تتكرر مع النادي الاهلي بس، ممكن تتكرر مع كل الانديه بما فيها انه بتظلم الانديه المشاركه، بس مش بنفس كواليتي الظلم اللي تعرضه النادي الاهلي الفتره الاخيره. يعني في فعلا زي ما بيقال كده ازدواجيه في المعايير، يعني في حاجات كتير بتتحسب على النادي الاهلي بالظبط والعكس مش صحيح. الازدواجيه دي بقى غالبا هي اللي بتبقى محل شك، لانه انت مثلا بتتعامل في لعبه معينه معايا دي لقطات بقى احنا المخرج معانا حق هل يعني هل اعتراض، معلش مع كل احترامنا لشيكابالا، هل ده الاعتراض ده زي الاعتراض بتاع الشناوي؟ يعني ما انا الواحد مش عايز يتكلم علشان ما حد الموضوع حساس، بس هي الصوره هي اللي بتتكلم يعني بالظبط، مش محتاجه يعني. يعني انا احيانا بشوف نسيبنا برضو من اللقطات دي عشان ما نبقاش مخصصين على حد، ما حدش يقول بالظبط. لا في لقطات معينه انا بشوف اللاعب يكاد يعني انا ببقى قلقان وانا بتفرج انه ممكن سوري يعني يرفع ايده وياكله قلمين. يعني ما يعني المنظر طبعا. اللي هو البادي لانجوج يعني زي ما بيقولوا منظره كده وهو بيتكلم، لا بيعمله كده عارف التحدي ده هي خلاص واضحه ان هيحصل حاجه فيزيكال، يعني هو بيحط دماغه في وشه خناقه في شارع خناقه بالظبط. لكن لما اكون تقييمك انت ما انا عشان كده بقول الشكل نفسه بيحدد منظر. اصلا في يعني نسب متفاوته من العقوبات ناهيك عن ان ساعات بيبقى يعني المساواه في الظلم عدل زي ما بيقولوا، حتى ده مش بيتحقق بس بالزبط. واحنا ليه لسه لغايه النهارده بنتكلم في النوع ده من الامور؟ ليه ما فيش قوانين حازمه تقفل الباب ده خالص، تقفل البند ده بموجبها ما نشوفش المناظر اللي بنشوفها في الملاعب المصريه يعني بشكل متكرر في الفتره الاخيره دي بتضرب ماهيه الرياضه في صميم. ما هو حضرتك انت النهارده لما اتحاد الكره شغلته او لجنه المسابقات ان هي تستفيد من اخطائها، يعني حتى قد يكون اعتراض النادي الاهلي هنا له اهميه غير مساله المباراه لن تعاد الدنيا خلاص، وعايزين نقول ان الموسم لسه في اوله والدوري ان شاء الله برضو هيبقى موجود مفيش مشكله. يعني احنا مش بنتكلم هنا على انه الدوري خلص، لا الدوري شغال والاهلي بيلعب لغايه اخر لحظه، بس احنا بنتكلم على الاحتجاج. الهدف الاساسي منه هو لفت نظر اتحاد الكوره ولجانه الفنيه. ما هو انت لجانه الفنيه دي مفروض تدرس مثلا لجنه الحكام، المفروض ان هي بتتابع الاخطاء بتاع الحكام وبيعملوا اجتماعات فيما بينهم ومحاضرات عشان يوحدوا قصه اللي حضرتك بتقول عليه اللي هو ايه؟ انه ما يبقاش فيه ازدواجيه. طبعا. يعني ما تبقاش العمليه خاضعه تماما لاهواء الحكم او استجاباته. لا انت المفروض عندك عمل كذا يبقى فيه عقوبه كذا من غير تردد، لا تخضع لتقييمك الشخصي، والا لو خضعت لتقييمك الشخصي هتبقى كارثه. ليه بقى؟ لانه انا ممكن النهارده كحكم ابقى مبسوط شويه او اعصابي هاديه فاسامحك المره. والله ده بيحصل كده والحكم حبوب هيفهم. لا يعني بيبقى فيه خط كده درجات. لو انا مبسوط شويه او مش متضايق النهارده، افرض انا خارج متضايق من بيتي اول واحد هقابله اديله كارت احمر مثلا. انت محتاجينها في الحياه دي. لا احنا محتاجينها يعني لو مش قادر يدي ده بالكارت الاحمر بيديه لاول لعيب يقابله. لا هي في الحياه مهمه جدا. بس ايه، ما ينفعش انها في لعبه فيها اطراف وفي اطراف بتتضرب. اكيد اكيد طبعا. طيب احنا هنستاذن حضرتك ان احنا نطلع فاصل سريع ونرجع بعديه مره ثانيه نكمل كلامنا مع حضرتك. اتفضل. مرحبا بحضراتكم في الفقرة الأخيرة، وزي ما بدأناها بإن هي دي فقرة العجائب شوية أو المحاولة لإيجاد حلول ويعني إيجاد إلى حد ما إجابات على علامات استفهام كتيرة طرحت على الساحة الرياضية، واتكلم منها تحديدا فيما يختص بالأهلي والتحكيم مع أستاذ جمال. طبعا أستاذ جمال هروح مع حضرتك بقى أنا وكريم واتكلمنا في اللي حصل، خلينا نتكلم في اللي جاي. نتكلم دلوقتي عن دوري لسه في بدايته، بس دوري قوي واحنا لسه قدامنا شوط كبير جدا. طبعا. ما هو القادم
اللي حضرتك شايفه فيما يختص بقى بالاهلي. قبل ما ندخل بقى على القادم يعني باختصار شديد، فضل. ليه النادي الاهلي تقدم باحتجاج على الاوضاع التحكيميه ومن بدري عشان الوقت ما يسرقناش الفتره الجايه دي، ممكن الاخطاء تتكرر. فالنادي الاهلي بيلفت النظر كاجراء احترازي، المره دي مش للكورونا بقى، المره دي ضد الاخطاء التحكيميه، كورونا الاخطاء التحكيميه. اه والله يعني اذا جاز التعبير، كورونا الاخطاء التحكيميه. الاخطاء دي على فكره ممكن مع تكرارها تضيع بطوله، صحيح، او تضيع فرق، مش هقول كمان تضيع الفرق اللي بتنافس على البطوله، ممكن تخلي فريق يهبط للدرجه الثانيه ظلما. فاحنا مش عاوزين ده يتكرر. وانا بتكلم حتى بصفتي ناقد رياضي او صحفي، انه بصرف النظر عن انت محتاج مين يكسب، لا، انت محتاج يبقى عندك بطوله. يعني انا واحد من الناس اللي دايما اقول ما ينفعش انه المنافسه على طول تبقى الاهلي والزمالك والاسماعيلي. ايه المانع ان يبقى عندنا دايره منافسه؟ ما انت ما عندكش نقص في عدد البطولات، فما عندكش مشكله ان فرق اخرى تخش في المنافسه. لكن احنا بنتكلم هنا انه هذا الاحتجاج او هذا البيان يعتبر اولا ممكن جدا ينتج عنه اعاده النظر في العقوبه اللي وقعت على الشناوي. ولو يعني حصل ده يا فندم، يعني هيحصل ايه بقى؟ لا، هو طبيعي لو حصل قبول للاحتجاج، المفروض ان ده يقلل العقوبه على الشناوي، على الاقل ما يبقاش 4 مباريات، ممكن مباراتين مثلا، لو خلاص في اصرار او في تمسك بتطبيق العقوبه يبقى على الاقل تخفيضها على، لانه في حاجات مهمين جدا حرام برضو انه يغيب محمد الشناوي عنهم، هو باعتباره الحارس الاساسي للنادي الاهلي. المستقبل اعتقد انه يعني صحيح ال4 نقط اللي فقدهم الاهلي في المباراتين التعادل ياثروا، لكن انا شايف انه لسه الموسم طويل، وبالطريقه بتاع الحكام هيبقى في اخطاء في اتجاهات اخرى، يعني ممكن جدا جدا. يعني ايه؟ يعني مش عاوزين نتمنى. حضرتك تنورنا مره ثانيه بقى، نتكلم في الحياه دي من الاخر. احنا مش عاوزينها تتكرر طبعا في الاتجاهات الاخرى، احنا عاوزين يبقى في عداله. اقول لحضرتك حاجه برضو استاذ جمال، احنا بنتكلم على مونديال، يعني كاس العالم للانديه، وفكره برضو يعني اكيد كلنا متضررين من هذا القرار طبعا. ونحتاج فيه انصاف، ونحتاج فيه يعني حاجه تحصل على ارض الواقع، لان كمان الشناوي احنا مشاركته او حرمانه من 4 مباريات ده ممكن يؤثر طبعا بالسلب على فكره هنا مشاركتنا في المونديال. فيعني الموضوع مش بسيط ابدا. طبعا مش بسيط، وبعدين مش بسيط لانه ده الحارس الاساسي، يعني ما نقدرش نقول ان هو لاعب غير اساسي، لا، ده الحارس زي ما بنقول دايما هو نص الفريق. بس احنا مش عايزين يبدو ان احنا زعلانين فقط لانه الشناوي نص الفريق، لا، الخطا الاكبر هو في الاداء التحكيمي. أيوة. يعني انا واحد من الناس، والله اقسم بالله، عمري ما بحب انتقد الحكام بشكل مستمر، يعني مش متعود على ان انا اوجه الانتقادات مباشره بشكل كبير للحكام، بس في اخطاء يعني بتخلي الواحد ايه، يعني بيخرج من هدومه، يعني زي ما بيقولوا بتحس بيفيد انه بيك كيل زي ما بيقولوا، بيفيد بيك كيل. فطبعا لابد من مراعاه هذه الامور، وعلى لجنه الحكام ان هي تعمل جلسات مع حكامها، انها تعمل نوع من انواع التثقيف والاستفاده من الاخطاء عشان ما تتكررش. هو مش النوع ده من الاخطاء كمان كفيل بان هو يعني يحجم من تطلعات الحكام نفسهم فيما يتعلق بالتحكيم الدولي واداره مباريات طبعًا عالميه طبعًا. يعني لما يلاقوا ان احنا الدنيا عندنا بعافيه على الصعيد ده تحديدا بتاثر بطبيعه الحال حكامنا هم كمان هيتاثروا بالسلب لما يعني مش هيتم الاستعانه بيهم في اداره مباريات دايما استاذ كريم. الحكام الكويسين بيبقوا يعني على المستوى الافريقي او الدولي بيبقوا اصلا هم حكام كويسين محليا اكيد، لانه بالنسبه له الدوري كاس مصر هو ده المعمل اللي هو بيشتغل بيعد نفسه فيه، بيتدرب، بيتعود على انه يتخذ قراراته
بشكل فيه عدالة، عشان ما نلاقيش حكم مصري في بطولة أفريقيا مثلا وبيعمل أي كارثة تحكيمية أو أي أخطاء تحكيمية. فالمفروض أنه اللقاءات على فكرة اللي بين لجنة الحكام الرئيسية وبين الحكام بتوعها دي المفروض على طول، كان أيام ما كان موجود الكابتن جمال الغندور كان بيعمل لقاءات مع الحكام لتقييم أدائهم. هو بينه وبينهم كده بيقعدوا مع بعض بيشغل، يعني هو بيكون في أخطاء هذا بدل الاستوديو التحليلي بتاع التحكيم اللي بيتعمل على الملأ ده وبيبقى فيه أخطاء، يعني أنا بعتبره في أحيانا بيبقى فيه تجاوز في حق الحكام نفسهم. أنت قعد معاهم في غرفة جوه الاتحاد قول له أنت غلطت، لأن أنت من حقك كرئيس لجنة حكام أو كأعضاء لجنة حكام رئيسية أن أنت تصارح الحكام بتوعك بأخطائهم، زي ما المدير الفني بيقعد مع اللعيبة ويقيم بالزبط. والله أنت غلطت النهاردة في كذا، لا المفروض أن أنت قرارك يبقى إيه في الاتجاه الفلاني بشكل معين، فده مهم جدا يعني. وإلا حتى وجود الحكم من حيث المبدأ هيفقد معناه طبعا، يعني الحكم المفروض أن هو بيحافظ على حقوق من له حق يعني. واللعيبة على فكرة لما بتلاقي الحكام أقرب للعدالة، العدالة المطلقة يحترموا رأيهم العدالة المطلقة مستحيلة طبعا. بس على الأقل يبقى فيه أقرب نقطة للعدالة، فبتبقى الحكم بيبقى مقنع جدا للعيبة الفرقتين إن هو مثلا لو في لعبة واللعيبة بتعترض عليه يا إما تطبق عليه القاعدة على طول إنك تطلع له الكارت، ما تسيبش حق ما تتعاملش زي ما قلنا مع لاعب بطيبة قلب وتيجي على واحد تاني تطلع غلك فيه. لا ده كده أكيد ده مش بروفيشنال، يعني ده مش شكل احترافي طبعا في الأداء التحكيمي، وده أكيد وفقا للقوانين كمان مرفوض تماما ولا يجوز أنه هو يحدث، ولكن للأسف بيحصل في كل مكان في العالم. يمكن كمان تقنية الفار نفسها برضو يعني ليها سلبيات كتيرة جدا، مش بس في الكرة المصرية، كمان بتكلم على مستوى الكرة العالمية، يمكن ده شفناه برضو في أكتر من هقول لك يعني. لو أنا بتكلم عن رأيي الشخصي، وهتلاقي فيه لعيبة كرة كده كمان بيفضلوا ان هم من غير فار، يعني بيفضلوا كرة القدم بدون الفار. ليه؟ يقولك انه ايقاف اللعبة واحتفالك بالهدف بعد ما زي ما حصل معانا، ما هو ده احنا نسينا الجزئية دي. عارفة لما حد يعمل بوز كده على الجول الاهلي على اللقطة وبعدين يرجع يشوفها تاني، فبعد ما فرح لا المفروض بقى ان هو ايه خلاص بقى كسرت نفس برضه لحد ما خصوصا لما بتكون حلوة دي كسرت والله نفس وللجمهور اكتر كمان يعني. انا اذا كنت انا على رايي الشخصي استمتع بكره القدم حتى لو فيها اخطاء بالنظام العادي، لكن اما وانهم اتفقوا على ان في تقنيه تساعد الحكام المفروض انها تساعدهم فعلا، تساعدهم صح ولا لا، ويا ريتها بتساعد ده احنا مش عايزين نقول يا ريتها بتساعد، احنا عايزينها تساعد فعلا. لا بس هو الجول كمان يعني كان اقول لك انا الجول انا لو اي لعيب مكان ايمن اشرف يعني قول لي يعني هيقف في الهواء مثلا، اصل هو جاي يا جماعه ايه مندفع، هو جاي اصلا طبيعي يعني طبعا طبيعي جدا لا يمكن يعمل هو يا جماعه معانا لا يمكن يعمل، بص هيعمل ستوب ازاي في الهواء. وبعدين لو تلاحظ برضو انه مدافع البنك رامي عليه ورا يعني ولم يرتقي زيه يعني غير لم يرتقي حتى لم يفاديه لم يتفاداه. انا مش بقول ان هو يعني غلطان، بس انا على الاقل بقول ان ايمن اشرف في الوضع ده طب هي الكره قدامه هيعمل ايه؟ وبعدين اصلا اللاعب البنك الاهلي ما طلعش على الكره، فما فيش تعمد يعني فين التعمد برضو انا لا ده هو ما مش فاهماها لحد دلوقتي يعني. انا بقول لك دي فيها ممكن تلاقي حكام يقول لك اللعبه ما فيهاش حاجه، في حكام قالوا كده وفي حكام يقول لك فيها ماشي، لكن انا هنا بناقش لو هو اللعيب جاي يضارب يعني لو ايمن اشرف جاي عشان يضرب الوضع هيبقى مختلف، مش هيجيبها جون كمان يعني، لو هو جاي يضرب مش هيجيبها جون، ده هو جاي منطلق مركز مباشره على الكوره في حاجه قدامه حد يعني
someone يعني someone يا جماعه نتكلم بانهي لغه يا جماعه عشان البرنامج بقى عالمي بالمعنى الحرفي. اي والله العظيم اطفيت صفه الدوليه على القعده بتاعتنا. somebody يعني نورت الدنيا وسعدتنا وان شاء الله نتشرف بوجود حضرتك معانا. ان شاء الله انا سعيد بوجودي معاك يا استاذ كريم ومعاك. نورتنا يا استاذ جمال وننتظر الاجابه. ما زلنا هننتظر كلنا ككيان الالي هننتظر الاجابه ونشوف الايام القادمه هتحمل ايه ان شاء الله. شكرا يا كابتن كريم. شكرا كابتن نهاوند ونشوفك على خير بكره ان شاء الله قبل دلوقتي بساعتين. صباح الفل.